مساء الخير، أنا دكتورة حنان فتحي، أستاذ مساعد طب الأطفال جامعة اسكندرية، واستشاري أمراض الكلى والغسيل الكلوي في الأطفال. مبسوطة قوي إن أنا هبقى معاكم النهاردة. يمكن التخصص بتاعي هو تخصص نادر شوية يعني، فأحب جدا إن الناس تتعرف عليه، ان احنا نحاول يعني نلفت نظر الناس ان الاطفال في بعض الامراض ممكن يتعرضوا لها تتشابه مع الكبار، وان احنا الامراض دي لازم نكتشفها بدري وبسرعة علشان الطفل ما يبقاش مريض كلى، او لا قدر الله يبقى مريض فشل كلوي. يمكن من الحاجات المهمة قوي قوي ان احنا كلنا نعرفها ان امراض الكلى في الاطفال في بعض الاحيان ما بيبقاش ليها اعراض واضحة قوي تشير ان هي يعني عاية في الكلى نفسها، فلازم الام واطباء الاطفال كمان يكونوا على وعي ودراية بالاعراض دي علشان نقدر ان احنا نعمل اكتشاف مبكر، وبالتالي نعالج الحالة بدري، وبالتالي الطفل ما يبقاش عنده مرض مزمن في الكلى. طيب زي ايه الاعراض اللي ممكن تشير ان الطفل ممكن يكون عنده مشكلة في الكلى؟ ام تيجي تقول والله انا ابني ما بيكبرش كويس، يعني بالنسبة لاخواته، بالنسبة لولاد الجيران وصحابه في المدرسة، هو يعني دايما يقولوا عليه الا صغير ما بيكبرش كويس. ام تقول انا ابني بيجيب بول كتير جدا، وساعات الاطفال يعانوا من تبول لا ارادي بالليل، والاهل يعاقبوهم، والطفل يبقى يعني متضايق وحاجة غصب عنه. الطفل اللي بهتان على طول، يعني دايما بيعاني ان هو الام تقول لك ده بهتان على طول، ده طبيعته كده، مهما بياخد فيتامينات ما بيتحسنش. الطفل اللي بيجيله ادوار حراره متكرره، وطبيب الاطفال يعني يقول مثلا ده التهاب في اللوز او كده، او ما يكونش فيه سبب واضح للحراره المتكرره دي. طبعا في بعض الاعراض بقى بتبقى واضح بالنسبه لناس كتير ان هي ممكن تكون مرض في الكلى، زي الاطفال اللي كميه البول عندها قليله، او بيحصل لها تورم في الجسم. طيب يبقى احنا المفروض ان احنا نلاحظ دايما معدل النمو بتاع الاطفال، نلاحظ لونهم، ونطمن دايما ان مفيش انيميا. الطفل اللي بيجيله تبول لا ارادي او بيخش الحمام كتير قوي، لازم الام تبتدي تروح تدور ليه الموضوع دوت موجود. الطفل اللي بيجيله حراره كتير وحراره متكرره، لازم نروح نعمل تحليل بول ونطمن ان الحراره المتكرره دي ما هياش التهاب متكرر في مجرى البول لا قدر الله، نتيجه وجود العيوب الخلقيه في الحوالب او في الكلى. تمام، برضو مهم جدا ان احنا دكاترة الاطفال اللي هم مش تخصصهم كلى نتوجه اليهم ان المفروض ان اي طفل بيتقاس له الضغط. ايوه الاطفال بيتقاس لهم الضغط، وفي اجهزه ضغط مخصوصه للاطفال، فالمفروض لو طفل رايح يكشف لاي سبب اطمن ولو مره واحده ان انا بقيس له الضغط. جزء لا يتجزأ من عمل دكتور الأطفال إن هو بيشوف المقاسات بتاعت الطفل، بيوزنه وبيشوف طوله وبيشوف النمو بتاعه، وهل النمو بتاعه ده ماشي مع الطبيعي ولا لا. تمام، الدكتور بتاع الأطفال لو هو في وقت من الأوقات الطفل راح له، خصوصا لو بحرارة عالية، يعني ما يقولش مثلا إن لا ده التهاب في الزور، التهاب في اللوز، دي الشماعة الجاهزة، لا، تحليل البول تحليل بسيط وغير مكلف وغير مؤلم للطفل، انما ممكن ان هو يوضح لنا حاجات كتيرة جدا عن الكلى. تمام، احيانا الاطفال بيتولدوا بعيوب خلقية في الكلى او امراض وراثية، والاعراض بتاعتها ما تكونش ملحوظة قوي، بس مثلا لو جالي طفل ونفسه عالي وانا سمع صدره كويس خالص، النفس العالي ده ممكن يكون حاجة اسمها زيادة في حموضة الدم، دي بتبقى من اعراض امراض الكلى. فمش كل طفل نفسه عالي المشكلة هتكون في الرئة، لا، المشكلة ممكن تكون زيادة في حموضة الدم مثلا. تمام، فاحنا لازم نبقى يعني ان احنا
بنفكر كويس ان احنا نعمل تفرقة ما بين العرض العادي للأمراض الشائعة في الأطفال والعرض اللي هو ما بيبقاش مفسر قوي. المفروض افكر بقى في الحاجات اللي هي يعني اكثر تخصصا. أمراض الكلى في الأطفال يعني يمكن ناس كتير تقول إيه ده، هو في أطفال بيجي لها فشل كلوي؟ إيه ده، هي في أطفال بتغسل دموي؟ في أطفال إحنا عندنا في وحدة الكلى هنا، ويمكن مستشفى اسكندرية للكلى والمسالك البولية هي المستشفى الوحيدة في مستشفيات اسكندرية اللي فيها تخصص أمراض الكلى في الأطفال في كل حاجة، يعني من أول الكشف، التشخيص، الغسيل لو الطفل محتاج غسيل، فيها كل حاجة. ويمكن دي المستشفى الوحيدة على مستوى اسكندرية وما حولها من محافظات اللي فيها الخدمة دي واللي فيها التخصص ده. تمام، المفروض ان احنا عندنا في الاطفال حاجات معينة احنا بننصح ان طبيب الاطفال لازم يعملها بصفة دورية للطفل للاكتشاف المبكر لامراض الكلى، زي قياس الضغط، تحليل البول، بعض الأطفال اللي نفسهم عالي ومش باين سبب والإشعة كويسة بنعمل تحليل اسمه غازات بالدم. الطفل المتورم، سبب التورم ده ممكن يكون حاجات كتير قوي، بس لو الورم أساسا في الوش بنخاف لا يكون ده عرض من أعراض أمراض الكلى. بقول للأم لازم تبصي على البول بتاع ابنك، تخشي معاه الحمام تشوفي لونه، تشوفي ريحته، تشوفي البول ده بينزل منطلق من الطفل كده عادي ولا في مشاكل، الطفل بيقطع أثناء التبول، تشوفي لو كان البول ده بيرغي ولا لا. كل حاجة من دول وكل عرض من دول بيكون ليه مدلول عندنا بالنسبة للحالات بتاعة الكلى. تمام، احنا برضو بنناشد اطباء الاطفال، هم يعني انا دكتورة اطفال وتخصصي الدقيق كلى، بس انا كدكتورة اطفال ما بعالجش كل حاجة، يعني مش بعالج حالات السكر وحالات الغدد، نفس الكلام. احنا علشان نكون منظومة متكاملة، فلو انا شكيت في اي وقت ان الطفل محتاج استشارة دكتور كلى، فانا لا اتردد ان انا اوجهه لدكتور الكلى. طيب، ايه انواع امراض الكلى في الاطفال؟ عندنا امراض وراثية، عندنا امراض مناعية، عندنا عيوب خلقية، وامراض في المسالك البولية. تمام، كل دول الاكتشاف المبكر فيهم بيبقى مهم جدا 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 للعلاج. تمام، طيب امراض الكلى الوراثية زي ايه؟ بعض الأحيان نتيجة جواز القرايب بيحصل حاجة اسمها التهابات وراثية في الكلى، يمكن دي ما بتبقاش ظاهرة على الطفل في الأول، إلا بس شوية الأم تقول إيه ده، حاسة إن هو ما بيكبرش، بيتبول كتير، دايما بيتبول على نفسه بالليل، ابني بهتان دايما. ويجي الطفل عند سن 10 سنين 11 سنة يجي لنا عندنا في الوحدة عنده فشل كلى. تمام، فلازم ناخد بالنا من الطفل اللي ما بيكبرش كويس، البهتان، الضعيف، اللي يقولوا لا اصل هو طول عمره كده حبيته صغيره، ناخد بالنا كويس كده. طيب، عندنا الامراض المناعيه في الكلى. امراض المناعيه يا اما تصيب الكلى نفسها، يا اما بيكون جزء من مرض مناعي كبير زي الذئبه الحمراء، وهي من اشهر الامراض المناعيه التي تصيب الكلى. وهنا يهمنا زي ما احنا نشدنا دكاتره الاطفال ان خد بالك من الاعراض اللي احنا بنقولها دي وابعت الطفل لدكتور كلى، برضو بنناشد الدكاتره بتوع الامراض الروماتيزميه، بنقول يا جماعه خلي بالكم كثير من الامراض الروماتيزميه في سن الطفوله يصيب الكلى بنسبه 90%. تمام، ولو احنا ما خدناش بالنا من الاصابه دي في الاول، ممكن الطفل يعني، وشفنا حالات كتير بتجيلنا وهي عندها خلل مزمن في وظائف الكلى ومش عارفين نعالجها، فلازم ناخد بالنا. من اشهر انواع الالتهابات المناعيه في الكلى هو الالتهاب المناعي اللي بيجي بعد التهابات الحلق بالميكروب السبحي. طبعا كل الناس عارفه الميكروب السبحي، وكل الناس تقول لك ده انا ابني بياخد بنسلين عشان عنده الميكروب السبحي وهكذا، لكن ايه التهاب الكلى اللي بسبب الميكروب السبحي؟ نمره واحد، ده التهاب حاد،
ايه اعراضه؟ الطفل فجأة بيجيب دم في البول، بيحصل عنده تورم بسيط في الجسم، ويحصل عنده ارتفاع في ضغط الدم، تمام، نتيجة ان بيحصل تفاعل مناعي ما بين الاجسام المضادة بتاعة الميكروب السبحي دوت وما بين الحويصلات بتاعة الكلى. المرض ده زي ما قلنا مرض حاد، مفيش منه خوف قوي ان يتحول للإزمان او يتحول لفشل كلوي مزمن، لكن يهمنا جدا جدا ان في الفترة الاولانية نخلي بالنا ان الطفل دوت من علامات الخطورة عنده ان ممكن يبقى عنده خلل في وظائف الكلى او يبقى عنده ارتفاع شديد في ضغط الدم. فلازم على طول الطفل لو لون البول اتغير او كمية البول اتغيرت او ابتدى يظهر تورم في الجسم او الطفل ابتدى يشتكي من صداع، على فكرة يعني يمكن ساعات الاطفال ما يعرفوش يعبروا عن الصداع ده، لكن يقول انا راسي بتوجعني، انا عينيا مزغللة، على طول ابتدي ارتب افكاري وابتدي اشوف هل ده ممكن يكون الالتهاب الحاد بتاع الكلى ولا لا. برضو من الامراض المناعية الشهيرة جدا في الكلى المتلازمة الكلائية او الالتهاب النفروزي في الكلى. ده بيحصل التهابات في الكليتين تؤدي لتسريب شديد في البروتينات بتاعة الجسم، وبالتالي تؤدي لانخفاض نسبة البروتين في الدم، فيبتدي الطفل يحصل له تورم في الجسم. الحقيقة الالتهاب النفروزي ده من الأمراض الشائعة في الأطفال، بيجي في الصبيان أكتر ما بيجي في البنات. لون البول ما بيتغيرش، إنما ممكن في بداية المرض كمية البول تقل، والأم هتلاحظ إن البول بتاع الطفل بيرغي جامد لما بيجي يتبول. مهم برضو إن يعني عمري ما أخد أي عرض عند الأطفال ببساطة. يعني إيه؟ يعني الأمهات دايما السيناريو اللي إحنا بنسمعه، اصل ابني كان بيصحى من النوم عينيه منفخه، فلما رحت بيه للدكتور قال لي دي حساسيه وكتب لي قطره، بس هو بقيت وشه راح منفخ وجسمه نفخ. لا، يعني في النادر ان الحساسيه تعمل تورم شديد في جفون الصبح. وبعدين مش يعني الالتهاب النفروزي ده لما بيبتدي يعمل تورم في الجفون، بيحصل تورم في الجفون الصبح وعلى اخر النهار الوضع بيتحسن، ويظهر تاني يوم وتالت يوم، وبعدين الورم ده بيزيد بقى في الجسم، تمام. فاذا انا جالي طفل مورم، ما اخدش الموضوع ببساطة واقول حساسية، لا، لازم امشي في كل الخطوات بتاعتي واعمل التحاليل بتاعتي، ولو جت على حساسية دي هتبقى حاجة بسيطة. الالتهاب النفروزي زي ما قلنا هو مرض يعني موجود وشائع في حالات كتير، بيجي للصبيان اكتر ما بيجي للبنات، والعلاج الاساسي بتاعه بعقار الكورتيزون، لكن بيتعطى بطريقة معينة وبيتسحب من الجسم بطريقة معينة. ولازم اثناء الفترة الناشطة بتاعة المرض بانصح الام ان هي بتأكل اكلات معينة، بنمنع الملح، بنزود البروتين شوية في الاكل، يعني بنمشي بطريقة تغذية علاجية الى جانب العلاج الاصلي بتاعنا. ولازم بفهم الام ان اثناء النشاط بتاع المرض الطفل بيبقى مناعته ضعيفة، والمفروض ان هو ما ياخدش تطعيمات وما يتعرضش لاطفال عينة وهكذا. من ضمن برضو الامراض اللي بتصيب الاطفال، وده مهم جدا جدا جدا، لان مش دكتور الكلى اول واحد يشوفه، يعني يمكن لو حصل تغير في البول او تورم في الجسم او كده الناس هتعرف ان ده عيا في الكلى وهيروحوا لدكتور كلى على طول. انما من الحاجات المهمة جدا جدا اللي لازم ناخد بالنا منها هو التهاب مجرى البول، لا سيما لو كان التهاب متكرر في مجرى البول. التهاب مجرى البول ايه اعراضه؟ ممكن يكون الالتهابات دي اصابت مجرى البول السفلي فقط لا غير، يعني المثانة او المجرى البول الخارجي، ودي بتيجي باعراض ان الطفل يبتدي يشتكي بحرقان في البول، يشتكي ان البول بيقطع وهو بيعمل، يشتكي ان هو لما بيبقى مزنوق لازم يجري على الحمام والا ممكن البول بيفلت منه، وما بيبقاش معاه درجة حرارة عالية. ده هنا بشخص ان هو عنده التهاب في المثانة، وده بيجي في البنات بالذات اكتر، خصوصا في السن الصغير، يعني لان مجرى البول الخارجي عندهم قصير وعرضة ان يدخل فيه ميكروب.
اخلي بالي كويس جدا 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 ان تكرار التهاب مجرى البول السفلي لازم اسال كمان على القولون، هل الطفله دي اللي بيجي لها التهاب مثانه متكرر عندها امساك ولا لا؟ وهنا احب اوضح فكره بقى الامساك، لان دايما لما اسال الام هي بنتك عندها امساك تقول لي لا يا دكتوره دي بتدخل كل يوم وبتعمل. بصوا الامساك مش معناه ان الطفل ما بيخشش الحمام، الطفل اللي بيحزق قوي قبل ما يعمل ويبقى تعبان وبيتوجع قبل ما يعمل، الطفل اللي هو يا اما يعمل كميات صغيره كده ومحجره يا اما يعمل حاجات كبيره كده قوي، الطفل اللي يخش الحمام كل كذا يوم والبراز بيكون ناشف. فاسال الام على كل الحاجات دي، لان وجود امساك مزمن يؤدي لتكرار حدوث التهابات في المثانه. طيب ده لو بنتكلم على التهابات مجرى البول السفلي. طب لو في التهاب وصل للكلى اللي احنا بنسميه التهاب في مجرى البول العلوي، هنا الوضع مختلف خالص وخطير جدا. هنا الطفل هيجيلي تعبان، شكله عيان، حرارته عالية جدا، لو عملت له تحاليل هلاقي العد الأبيض بتاعه عالي جدا، وأنا بكشف عليه هلاقي فيه ألم في منطقة الجنبين مكان الكلى. لو جالي الطفل بالهيئة دي وحتى لو هو بيبي صغير مش عارف يقول ان هو عنده ألم في جنابه او كده، لو انا كشفت على الطفل وما لقيتش اي سبب للحرارة، بصيت في زوره وبصيت في ودنه وسمعت صدره بالسماعة ومش لاقي اي سبب للحرارة، في الحالة دي لازم ولا بد ان انا اعمل تحليل بول جزء لا يتجزأ من فحص الطفل. الحاجة التانية، بعض الاطفال في يعني سنهم اللي قبل ما يكملوا سنة ممكن يجي باعراض زي النزلة المعوية، يبقى معاه حرارة جامدة بس مصاحب ليها اسهال وترجيع. فلو جات لك حالة او الام لاحظت على ابنها انه معاه اسهال وترجيع انما الطفل شكله مش حلو، شكله تعبان ومعاه حرارة عالية، جزء لا يتجزأ من فحص هذا الطفل ان احنا نعمل له تحليل بول. طيب ليه حرصنا الشديد على تشخيص التهابات مجرى البول؟ لان كل مرة بيجي التهاب في مجرى البول بحرارة وصديد، خصوصا لو كان التهاب مجرى البول العلوي يعني اصاب الكلى نفسها، بيلتئم هذا الالتهاب بحدوث ندبات، ندبة يعني بيسيب اثر في الكلى، ما بيروحش كده بالساهل، خصوصا لو احنا اتأخرنا في العلاج او ما تشخص على طول. طب وايه يعني لما يسيب ندبة؟ لا، الندبة دي تليف خلاص، وربنا سبحانه وتعالى هو خلق الكليتين فيهم مليون حويصلة، علشان الحويصلة اللي بتروح ما بيرجعش غيرها، ومعنى كلمة تليف ان هي بقت يعني الياف، حاجة ما بتتعالجش، زي ما يكون واحد اتعور وسايبة مكانه ندبة. طب وايه يعني ان لو كان في كذا ندبة؟ لا، مع الوقت ممكن يحصل قصور مزمن في وظائف الكلى. يعني انا لو اكتشفت الطفل ده مبكر بحوله من طفل احتمالية ان هو يكون عنده فشل كلوي ويقعد على مكنة غسيل اقل، تمام. وللأسف الشديد بالرغم من اكتشاف التهاب مجرى البول بتحليل بسيط جدا ورخيص جدا زي تحليل البول، الا اننا نجد ان معظم حالات الفشل الكلوي المزمن هي حالات التهابات متكررة في مجرى البول. طب ايه سبب ان الطفل يجيله التهاب متكرر في مجرى البول؟ احنا قلنا من اشهر الاسباب وجود الامساك في التهابات المثانه. طيب هل كل التهاب مثانه هيطلع الميكروب على الكلى ويعمل لي التهاب صديدي على الكلى؟ لا، احيانا بيكون في بعض العيوب الخلقيه اللي الطفل مولود بيها ولم تكتشف تؤدي ان الميكروب يجد طريقه بسهولة للكلى. زي ايه؟ اشهر حاجة ارتجاع مجرى البول. يعني ايه ارتجاع مجرى البول؟ هو مجرى البول ده بيرتجع كده زي المريء؟ يعني ايه؟ المفروض البول بينزل من الكلى على الحالب على المثانة وبعدين بره، انما لو في ارتجاع بعد ما البول بيستقر في المثانة ممكن يرجع تاني على الكلى، ومن هنا يقدر الميكروب يرجع تاني
يروح الكلى ويعمل فيها التهابات. الارتجاع ده درجات، وحسب درجة الارتجاع بيكون العلاج. طيب برضو لو في انسداد في مجرى البول، ومن أشهر أنواع الانسداد وجود الصمام مجرى البول الخارجي في الصبيان، يعني الصمام ده برضو من الأمراض الشائعة، هو طبعا بيجي في الولاد الصبيان، ودايما لما نيجي نشوف طفل بيبي صغير وجاله قبل كده التهاب في مجرى البول، لازم اسال الام هو بيتبول ازاي. الام دي لازم تكون بتلاحظ كل حاجه. لو قالت ان البول بينزل منه متقطع ونقط صغيره، اخاف على طول ان ممكن يكون عنده الصمام اللي سادد مجرى البول، ولازم اتوجه بيه على طول لدكتور مسالك اطفال علشان يحل المشكلة دي، لان كل يوم بيعدي والمجرى البول مسدود ده بيأثر من عمر الكلى بتاعة الطفل. فيمكن احنا عملنا ستريس جامد قوي على موضوع التهابات مجرى البول، لان مش انا اللي هو دكتورة الكلى اول واحد هتشوف الطفل ده، يمكن انا بشوفه بقى بعد حدوث مضاعفات رهيبة بتخليني قاعدة قدام الاهل اقول لهم يعني انا نفسي اساعدكم، بس لو كنتوا جيتوا من الاول خلاص. فالاول ده هو دكتور الاطفال اللي هيساعدنا جدا جدا في اكتشاف الحالات دي، واي مرض في اوله ممكن يكون سهل جدا ان احنا نعالجه، انما لو حصل مضاعفات بيبقى صعب جدا ان احنا نعالجه. يعني برضو من الحاجات اللي احب الفت النظر ليها، بعض امراض الكلى بتصيب انابيب الكلى. انابيب الكلى دي بتبقى مسؤولة عن معادلة حموضة الدم. احنا اي اكل بناكله بيتحول في الجسم لأحماض، المفروض انابيب الكلى دي هي اللي مسؤولة عن معادلة الاحماض دي في الدم، مسؤولة عن امتصاص الكالسيوم، مسؤولة عن امتصاص الفوسفور وبقية املاح الجسم. الاعراض بتاعة المشاكل بتاعة انابيب الكلى بتكون ان الطفل ما بيكبرش كويس، نفسه عالي على طول، عنده لين عظام. مهم جدا جدا جدا، وبرضو كلامي ده بوجهه لدكاترة الاطفال وبوجهه للامهات، أعراض لين العظام ممكن يكون سببها نقص فيتامين د، ولكن معظم الناس دلوقتي عندها الوعي الكافي جدا بموضوع فيتامين د، والأم بتقول لك لا ده أنا بديه الفيتروب وبديه الديكال وبتاعه، يعني مية مية. وحتى معظم دكاترة الأطفال بيكتبوا الألبان الصناعية اللي هي بيبقى مضاف ليها الكالسيوم والحديد وفيتامين د. طيب الطفل بياخد الحاجات دي ورغم ذلك عنده أعراض لين العظام، نخلي بالنا قوي يا جماعة، لو الطفل بياخد الجرعة المناسبة من فيتامين د والجرعة المناسبة من الكالسيوم ورغم ذلك لقيته متأخر في ان هو يسلب راسه، متأخر في الأعاد، متأخر في الحبي، متأخر في المشي، تحس ان هو طري عصبه ضعيف، لازم افكر ان لو انا باخد جرعة كويسة جدا من فيتامين ديل، او لو انا اول مرة اشوفه فديته هذه الجرعة من فيتامين ديل وما تحسنش، لازم افكر ان ممكن يكون في مشكلة في الكلى. تمام، الكلى مسؤولة عن تنشيط فيتامين ديل اللي احنا بناخده سواء في الأدوية او في الاكل. فخلل وظائف انابيب الكلى ممكن يعمل لنظام، والفشل الكلوي او قصور وظائف الكلى برضو ممكن يعمل لين عظام. فلين العظام نخلي بالنا جدا، لو احنا متأكدين ان احنا عالجنا الطفل كويس وما تحسنش، هفكر بقى في حاجة تانية، مش هفضل مصممة ان انا افضل اديله فيتامين دال فيتامين دال وهو ما بيتحسنش معي. تمام، فدي من الاعراض اللي تهمنا قوي ان الدكتور يبقى اخد باله منها. وبرضو نصيحتي للامهات ولدكتور الاطفال، فيتامين د اللي موجود في السوق العادي جدا الرخيص جدا هو ده اللي بنعالج بيه نقص فيتامين د نتيجة عدم اخذ الاكل اللي متوفر فيه فيتامين د او عدم التعرض للشمس. لا ينصح ان انا اخد الانواع الغالية اللي هو فيها فيتامين د منشط واللي هو معمول خصيصا لحالات الفشل الكلوي ومش لاي حالة تانية. فبرضو رجاء ان احنا ما نستعملش، يعني مش عشان الدواء غالي هو هيبقى
اكثر تأثير. لا خالص، كل دواء وليه الحاجة او السبب ان انا اديه عشانه، ولازم اللي يكتب لي الدواء ده يكون حد متخصص، مش ارشادات من المندوبين بتوع شركات الأدوية، او مش عشان الدواء غالي هو هيكون اكثر فاعلية. تمام. من ضمن الاعراض اللي احنا قلناها لامراض الكلى قصر القامة. قصر القامة ده الأم ممكن تكتشفه بسهولة، تقول لك والله ده أنا ابني قصير. قصر القامة ده طبعا ليه أسباب كتير قوي، في منها حاجات مش محتاجة علاج وبتتحسن مع الوقت، في منها أسباب في الغدد الصماء، وفي منها طبعا أسباب كتير في الكلى. عشان كده دايما لو طفل عنده قصر قامة وراح لدكتور غدد، الدكتور على طول بيعمل له وظائف كلى في الأول خالص، عشان لو طلع عنده الكلى يبعته لنا بقى ويرتاح هو خلاص. فقصر القامة برضو من الأعراض المهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها، ونعرف ان هي ممكن تكون بسبب قصور في الكلى. طيب ايه كمان؟ الطفل البهتان عنده أنيميا. بصوا بقى، جالنا حالات كتيرة جدا أنيميا وحديد، أنيميا وحديد. العيل مثلا بيلف سنتين وخد جميع أنواع الحديد بالفم وفي الوريد، ومحدش فكر يعمل كلى، وظائف كلى. طب إيه يعني وظائف كلى؟ هي الكلى يعني إيه علاقتها بالدم؟ لا، الكلى بتفرز هرمون مهم جدا اسمه الاريثروبوتين، والاريثروبوتين ده هو اللي بيحفز النخاع الشوكي لانتاج خلايا الدم الحمراء. تمام. فانا لو النخاع الشوكي ده مصنع، تمام، المصنع ده محتاج محفز ومواد خام. ممكن المواد الخام تبقى متوفرة، اللي هو الفوليك أسيد والبي 12 والحديد وكل حاجة، وتبقى متوفرة بالزيادة كمان، لكن مفيش الحافز ان المصنع ده يشتغل اللي هو الإريثروبوتين. فنفس الكلام لو انا بعالج أنيميا والأنيميا دي مش راضية تتصلح، لازم ادور على سبب ليها. ما ينفعش ان انا افضل مصر ان لا دي انيميا بسبب نقص حديد، ادي له حديد، ده هو النقص الحديد ده هو الاكثر شيوعا. انا مش بقول ان امراض الكلى في الاطفال هي منتشرة هذا الانتشار الشديد، لكن بقول ان اكتشاف طفل واحد مبكر، وان انت تكون سبب، او ان الام بذكائها وبقوة ملاحظتها تكون سبب ان ابنها ده يتعالج بدري، وما يكونش طفل مريض على مكنة. طفل على مكنة يعني هم الاطفال بيغسلوا دموي ويتحطوا على مكنة، احنا عندنا في وحدة الغسيل اكتر من 29 طفل غسيل دموي من سن 5 سنين و6 سنين، وفي مستشفيات تانية عندهم يمكن سن اكبر من كده شوية. الطفل ده تخيلوا حياته، هو المفروض بيروح 3 ايام يغسل، ما بيروحش المدرسة، بيطلع من الغسيل تعبان، حياته الاجتماعية فيها مشكلة، من غير المكنة مش هيقدر يعيش. طب وليه؟ ما هو حاجات بسيطة احنا ممكن نعملها او نلاحظها ممكن تحمي الطفل ده. يهمنا برضو زي ما احنا قلنا، احنا عندنا يمكن هنا المستشفى هي المكان الوحيد في المستشفيات الخاصة اللي ممكن تعالج طفل مريض كلى، غير كده موجود في المستشفيات الجامعية. يعني معنى كده ان الاماكن اللي بتعالج اطفال الكلى هي اماكن قليلة، عشان كده احنا عايزين كل دكاترة الاطفال يبقوا التيم بتاعنا. لو جالك طفل عنده التهابات في الكلى والوظائف عالية، تدلوش محاليل، ما تدلهوش محاليل. مش كل ارتفاع في وظائف الكلى بيتعالج بالمحاليل، بالعكس انت كده بتزود المشكلة اكتر، وممكن تخلي فيه يعني تكون للمية جوه جسمه، فكده انت بتأذيه. تمام. لو جالك طفل بيشتكي من صداع او زغللة في عينيه، ما تدلهوش مسكن، ادي اسلو الضغط، مش يمكن يكون ضغطه عالي. لو جالك طفل بيشتكي من حرارة، اول حاجة طبعا اتفقنا لو الحرارة ملهاش سبب هعمل له تحليل بول. طب ما انا عملت له تحليل بول واديت له دولفين. ايه دولفين؟ بصوا يا جماعة، احنا عندنا جروب كبير من الادوية
رائعه في تنزيل الحراره، يعني الطفل هياخد اللبوسه من هنا او معلقه الدواء من هنا والسخونيه تروح خالص والام تبقى فرحانه جدا. مره على التانية على التالتة هيجي لنا بفشل كلوي، هيجي لنا بفشل كلوي. الحراره حمايه من ربنا، الحراره بتوقف تكاثر الميكروبات جوه جسمنا، الحراره مؤشر ان الطفل مريض. ليه زعلانين من الحراره؟ تمام. طيب ازاي نضيع الحراره؟ يا دكتوره يعني هسيبه سخن ده الواد بيبقى مفرفر مش قادر؟ لا، كمادات سوائل بارامول، الامن على الاطلاق هو الباراسيتامول. الادويه اللي بتوصف علشان الحراره، الأدوية دي أساسا لو قرينا عليها كده هنلاقي مكتوب الأول مضاد للالتهاب مسكن للألم، ما كتبلكش إن هي بتاعت حرارة أصلا. ومش شطارة مني علشان أسعد الأم إن حرارة طفلها نزلت إن أنا أفضل أديله الكوكتيلات من الأدوية دي. أنا مش عايزة الشركات تزعل مني، إنما أنا شفت ناس، عشان بس برضو نبقى عارفين كلنا، الكتافلام هو الكاتافلاي، هو الدولفين، هو الفولترين. الكاتافلام هو الكاتافلاي، هو الدولفين، هو الفولترين. فلما الاقي الروشتة مكتوب فيها كاتافلام ودولفين، كاتافلاي ودولفين، على فكرة انا بقالي 20 سنة بشتغل كلى، شفت حالات فشل كلوي كتير جدا بسبب الادوية دي بس. تمام. الطفل بيبقى سخن شوية، بيرجع عنده جفاف شوية، يبتدوا بقى يدوله الادويه دي، والكلى ساعتها بتبقى يعني بتعاني ان هي تحفظ السوائل وتحفظ الميه جوه الجسم. تبتدي بقى اول ما تاخد الادويه دي تقول لهم خلاص انا مش لعبه، اعملوا اللي انتوا عايزينه، ادوني بقى الادويه اللي انت. ويجي الطفل بقى تعبان، قاطع بول، قرايته عاليه، الام مفزوعه، طب وريني يا ستي انت اديتي له ايه؟ تقول ما هو كان سخن يا دكتوره فكنت بديله الدولفين كل 6 ساعات. الدولفين ده حتى لو اديناه فرضا جدلا كل 12 ساعه ومش اكتر من كده، والتركي ام المفروض ما يتاخدش قبل سن سنه. تمام. هي تقعد ابنها في الميه كمادات ميه من الحنفيه لحد ما حرارته تنزل، تديله شويه سوائل، سلام عليكم. تمام. يبقى احنا عندنا مسبب تاني، او يعني من ضمن مسببات بقى القصور في الوظائف، سوء استعمال الادويه. سوء استعمال الادويه. مش كل دور برد هاجري اخد مضاد حيوي، مش كل دور حراره اجري اجيب من الصيدليه حاجات تنزل الحراره. على فكره يعني المفاجاه ان معظم الامراض يا جماعه بتخف لوحدها، حتى اللوز اللي بنقول صديد في اللوز ومش ممكن يخف لوحده على فكره. دور البرد 3 4 ايام وبيخف لوحده. تمام. طب ليه احنا بندي دواء؟ عشان نريحكم من ناحيه، وعشان الطفل ما يبقاش تعبان قوي وسخن قوي ومرشح قوي ومناخيره مسكومه قوي، والام بتبقى حاسه ان هو تعبان فهي تعبانه على تعب. انما ثلاث ارباع الامراض اللي هي بسبب العدوى او الفيروسات دي بتروح لوحدها. طب اقول لكم حاجه غريبه، الكورونا بتروح لوحدها. ما تفتكروش ان العلاج الفيتامين سي والزنك ده علاج على فكره خالص. يعني العيان لو ما عندوش اعراض شديده، ما عندهوش اعراض شديده وقعد في البيت ارتاح، شرب سوائل كتير، قلل السكريات، اخد خوافض حراره عاديه، هيخف ولا محتاج اي دواء، لان جهاز المناعه اذا كان قوي هو قادر على القضاء على اي ميكروب. فبرجاء الحرص الشديد في استعمال الأدوية، علشان الأدوية دي من الحاجات المضرة بالكلى. طيب في حاجات تانية بقى مضرة للكلى وإحنا ما بنقدرش إن إحنا نحجم أطفالنا فيها، اللي هي إيه؟ اللي هي كل حاجة متعبية ومحفوظة وعليها مواد حفظ. يعني إيه كل حاجة متعبية ومحفوظة وعليها مواد حفظ؟ انا دايما اقول للامهات اللي اخترع الشيبسي ده المفروض ياخد جائزه نوبل. ليه؟ ان مفيش عيل صغير ما بيحبش الشيبسي، ومفيش ام بتقدر تقف قدام ابنها، انا مش قصدي الشيبسي باي نيم، انما كل المقرمشات المالحه. تمام.
دي اولا الملح الكتير بيأذي الكلى اذيه جامده جدا. ثانيا المواد الحافظه، اي حاجه ليها عمر على الرف. يعني ايه عمر على الرف؟ يعني ازايز اللبن اللي بتقعد 6 شهور، ازازه لبن. طب انت في البيت اللبن يقعد معاكي 6 شهور؟ طبعا لا. فازازه اللبن اللي بتقعد على الرف 6 شهور دي عليها مواد حافظه، تمام. ازازه العصير عليها مواد حافظه، اي حاجه معبئه عليها مواد حافظه. طبعا حدث ولا حرج على الحاجات اللي احنا مش عارفين اصلها من فصلها، زي النودلز بقى. يعني احنا لو قعدنا نتكلم على الاكل والحاجات دي مش هنخلص كلام. طب ايه كمان، ايه كمان ممكن نعمله ويؤذي الكلى؟ عارفين لما بنروح اعياد الميلاد او في النادي ويبتدوا الاطفال يبقوا فرحانين قوي لما نرسم على وشهم؟ المواد المستعمله في الرسم على الوش قد تمتص من الجلد وتؤدي لكسور في وظائف الكلى، تخيلوا بقى. طيب ايه كمان؟ انتوا عارفين الولاد اكتر حاجة بيحبوها ايه مع الفاست فود؟ اللي هو اصلا المحل بتاع الفاست فود ما بيدكش اوبشن ان انت ترفضها. يعني الكنز بتاع البيبسي او الكنز بتاع الكوكاكولا ده ماركة مسجلة على الوجبة. طيب البيبسي والكوكاكولا دول فيهم نسبة عالية جدا 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 من الفوسفور. اولا هم ممنوعين منعا باتا لاي طفل مريض كلى، ممنوعين منعا باتا يعني ما يدوقهمش. ثانيا لو الطفل حتى مش مريض كلى، كتر استهلاك المشروبات الغازية البني دي بتخلي الكالسيوم يطلع من العظم، فتجيب هشاشة عظام شديدة. طفل صغير قد كده لا راح ولا جه وعنده هشاشة عظام. طيب والكالسيوم اللي نازل في مجرى الدم ده يعمل لي حصوات في الكلى، وتيجي الام تقول انا ابني عنده حصوة في الكلى. هو في اطفال صغيرة بيجي لهم حصوات في الكلى؟ اه. طب ما هو نظام الاكل الغلط اللي مليان ملح واللي مليان حاجات من الحاجات ديت طبعا تعمل حصوات في الكلى. وللاسف دايما الاهل يجوا يقولوا لي احنا ما بنقدرش عليهم، هم بيبقوا مشبطنين. فهم على فكره ما بيروحوش يشتغلوا ويجيبوا فلوس ويشتروا، انتوا اللي بتجيبوا لهم، فانتوا اللي تتحكموا، تمام. فنخلي بالنا قوي برضو من الحاجات اللي هو زي ما قلنا المواد المصنعه، المواد المحفوظه، المواد اللي تحتوي على نسبه عاليه جدا من الفوسفور. طيب ايه كمان بيجيب خلل في الوظائف؟ مره جات لي واحده بتشتغل معايا تجري، يا دكتوره احنا نلحقي ده ابني الكرياتينين بتاعه عالي، الكرياتينين بتاعه 2، ده ولد صغير وفت وبيروح الجيم ومعندوش اي حاجه. اه بيروح الجيم. والاطفال في سن المراهقه، وانا هقول عليهم اطفال لان سن المراهقه ده هو ما بقاش شخص بالغ عاقل رشيد، لا لا لا، ده اصلا ممكن اي حد يقول له اي حاجه وما بيسمعش كلام اهله، بل بالعكس بيسمع كلام صحابه وبيسمع كلام المدرب بتاعه اكتر ما بيسمع كلام مامته وباباه. هو عايز يبقى بادي بيلدر وعايز بقى عضلاته تطلع كده ويحس بنفسه راجل، فيروح الجيم يدوله ايه؟ يدوله مكملات غذائيه فيها بروتين عالي جدا. نخلي بالنا يا جماعه، البروتين العالي جدا يرهق الكلى ارهاق شديد، ولو انا استمريت عليه قد يؤدي للفشل الكلوي. يعني احنا نحب الطفل ياخد بروتين حيواني، لان البروتين الحيواني دوت هو اللي بيساعد في بناء جسمه، انما ياخد كمية عالية جدا من البروتينات ده ممكن يبقى فيه مشكلة. احنا هنبص على سؤال، بنتي بتاخد كل يوم سبترين بقالها 2 سنين عشان عندها انسداد في الحيل ادى الى ان الكلية وصلت ل6%، انا كنت عند حضرتك من 2 شهر. اه السبترين ما فيش فيه مشكلة طول ما هو بيمنع التهابات مجرى البول، لكن لو ما بيمنعش وبيفضل يجي لها برضو التهاب يبقى المفروض السبترين يتغير. وبعدين لو الارتجاع بتاع مجرى البول ده او ارتجاع الحالب ادى لقصور في الوظائف، المفروض ان هو يتعالج جراحيا. ابني عنده مثانة عصبية كده في مشكلة في الكلى؟ طبعا المثانة العصبية معناها ان الطفل ما بيقدرش يفضي البول بصورة كاملة
وان بعد ما بيتبول بيفضل جزء من البول عرضه للالتهاب، زائد ان لو ضغط المثانه العصبيه ده عالي هيعمل ارتجاع على الكلى، وبالتالي التهابات مجرى البول هتبقى في صوره التهاب مجرى بول علوي زي ما احنا قلنا، فده ممكن يعمل ندبات، ولو ما تعالجش كويس مع الوقت ممكن لا قدر الله يدخل في فشل كلوي. حتى لو الطفل بيخش الحمام كتير لازم اتاكد انه لما بيخش الحمام المثانه بتفضى تماما، انما لو هو بيتبول جزء من اللي موجود في المثانه وبقيه البول بيستنى، البول اللي بيستنى ده بيبقى عرضه للالتهاب المتكرر، ولو ضغط المثانه عالي زي ما قلنا هيعمل حاجه اسمها ارتجاع ثانوي. طب اعمل ايه اول حاجة في المثانة العصبية دي؟ اولا انت ليه سميتها مثانة عصبية؟ مين شخصها مثانة عصبية؟ تاني حاجة الموجات الصوتية اخبارها ايه؟ تالت حاجة الموجات الصوتية بنحب نعملها قبل وبعد، عشان كده برضو لازم لما نروح لدكتور أشعة يا إما دكتور الكلى يبقى محدد له هو عايز إيه، يا إما بتروح لدكتور أشعة في مركز كلى لأن هو بيبقى عارف هيعمل إيه. بنعمل موجات صوتية والطفل حابس بول، وبعدين بيروح يفضي البول ونعمل موجات صوتية تاني وبعد التبول، فإذا ظهر إن في جزء كبير من البول ما بينزلش هنا اصبح فيه مشكلة، والمفروض ان احنا بقى بنبتدي نقعد مع الاب ومع الطفل ونشوف ازاي الجزء بتاع البول دوت نفضي. امراض الكلى في جزء منها اقدر امنعه، انما في جزء منها هي عيوب خلقية بس اقدر ااخر حدوث الفشل الكلوي. الكلى من اهم اجزاء الجسم، فالمفروض واجب علينا ان احنا نحافظ عليها. الام لازم تكون متابعة جيدة، طبيب الاطفال هو جزء لا يتجزأ من تيم بتاع الكلى، طبيب التغذية او النصح والارشاد بالنسبة للتغذية هو جزء لا يتجزأ للتيم بتاع الكلى. الاطفال دول هم شباب المستقبل، ما مش متخيله ان الطفل عبال ما يعدي مرحله طفولته يبقى مريض مزمن ويبقى بيروح للدكتور على طول ويبقى بيحلل، كل ده نتيجه حدوث يعني ايه ان احنا ما خدناش بالنا منه في الاول، او يعني حصلت معاه حاجات ما كانش صح تحصل. طيب الميه الميه علاج، يعني انا دايما العاهلين بتوعي اقول لهم الكلى بتحب الميه، يعني على قد ما هنشرب على قد ما انا هحافظ على الكليه بتاعتي. ده علاج عيان الحصو لما بيجيلي بقول له خلي بالك انا هديك علاج للحصو بس العلاج الاصلي هو شرب الميه. طب شرب الميه قد ايه؟ يعني اشرب لتر، اشرب لترين، اشرب 3 لتر، اشرب الصبح اكتر ولا بالليل اكتر؟ طيب احنا المفروض لو احنا عايزين نعرف نشرب قد ايه، احنا بنشرب على قد ما بنجيب بول ونزود عليه حوالي 500 سنتي، يعني انا ممكن اقدر بول للطفل على مدار ال 24 ساعة وازود عليه 500 سنتي. الاطفال الصغيرين احنا بنعرف نحسب لهم كمية السوائل اللي ياخدوها حسب وزن الجسم، يعني اي دكتور اطفال هيقدر يحسب. عندنا سؤال ان الطفل بياخد لاكتيولوز والبوس وبرده بيجيله امساك، في بعض انواع الامراض عند الاطفال اللي بيبقى مصاحب ليها مثانة عصبية بيبقى معاها امساك شديد جدا، فلو هو بياخد كل ادوية الامساك دي وما بيتحسنش يبقى يعمل حقن شرجية كمان، لازم القولون يبقى نضيف. هل حضرتك تنصحي بتحاليل روتينية للاطفال اللي مقنان على الكلى؟ لا، مش لازم نعمل تحليل روتينية، احنا ممكن نعمل تشيك ابس كل سنة مثلا للاطفال بحاجات بسيطة على فكرة، يعني لو انا بتابع نمو الطفل، والمفروض اي طفل في وقت التطعيم بتاعه بنعمل له متابعة نمو. طب افرض ان انا لقيته ما بيزيدش في الوزن، ما بيزيدش في الطول، عنده نسبة انيميا ونسبة الانيميا دي مستمرة معاه، البول عنده فيه مشاكل، نفسه عالي على طول،
عنده لين عظام وما بيتصلحش على فيتامين د، يبقى احنا المفروض نبتدي نتوجه بقى لتحاليل الكلى. يعني انا قصدي في مؤشرات اوليه، مش لازم افضل اشكشك العيال على طول. ابني كنت عند حضرتك وطلبت مسح ذري مع 4 شهور وما عملتوش عشان مرض الكورونا. عايزه اقول لك كلنا موقفين حياتنا عشان مرض الكورونا. المسح الذري ده فحص للتشخيص وليس فحص للعلاج، فتاخيره مش هيأثر على صحه الطفل. هو كان عامل عملية توسيع حالب بس عشان نعرف ايه هو المسح الذري ده. المسح الذري ده بيبين وظيفة كل كلى على حدة، وبيبين اذا كان في ندبات في الكلى ولا لا، عشان نعرف هل في قصور في احدى الكليتين ولا لا. لان زي ما احنا عارفين ان لو الشخص عايش بكلية واحدة بس برضو وظيفة الكلى هتبقى كويسة، وده من رحمة ربنا علينا. بس احنا نحافظ على النعمة دي ونحافظ على الحاجة اللي ربنا ادها لنا. انما تأخير الفحوصات التشخيصية مش هيبقى بالنسبة لنا يعني مقلق قوي. انتشار الامراض المناعية في الفترة الاخيرة، هو فعلا احنا لاحظنا ان في امراض مناعية كتير جدا انتشرت، ولا سيما الذئبة الحمراء. يعني رغم ان مثلا انا بشتغل في الجامعة وبشتغل هنا، رغم ان هنا يعني مستشفى خاصة، وبرضو السكوب بتاع المستشفيات الخاصة بتبقى اقل من الجامعة، يعني يمكن الجامعة العدد اللي بيجي فيها كتير، انما عايز اقول لكم ان كل اسبوع عندي حالة ذئبة حمراء جديدة. والذئبة الحمراء دي من الامراض المناعية الخطيرة جدا والصعبة في علاجها جدا جدا. هم دوروا كتير قوي على اسباب انتشار الامراض المناعية، فلقوا ان نسبة كبيرة منها بيحصل تحفيز للجينات بتاعتها عن طريق التلوث بالهيدروكاربونز، او اللي هو التلوث الهواء. كل واحد فينا بيبقى مولود بشفرة وراثية فيها حاجات كتير قوي، ممكن تظهر وممكن ما تظهرش، تمام، من ضمنها بعض الامراض. انما لو في مؤثرات بيئية مناسبة ان الطفرات الوراثية دي تظهر، للأسف هتظهر وهتبقى عاملة أمراض. يعني أرجو ان انا اكون غطيت يعني جزء كبير من الـ الكلام عن امراض الكلى في الاطفال. ارجو ان انا اكون اشرت لكم لحاجات معينه لازم ناخد بالنا منها. انا بحب شغلي، بحب امراض الكلى جدا، فانا ممكن اقعد اتكلم معاكم لحد ما الكورونا تخلص. اتخيل دي حاجه بقى ملهاش اول من اخر. انما ارجو ان دايما صفحه المستشفى موجوده لتساؤلاتكم، انا دايما موجوده معاهم. زي ما قلنا مستشفى اسكندرية للكلى والمسالك هي المكان الوحيد في اسكندرية وما حولها من المحافظات كمستشفى خاصة على أعلى ستاندردز من الجودة، تقدر تدي الأطفال مرضى الكلى الرعاية الكاملة عن طريق تيم كامل من دكاترة كلى الأطفال، يقدروا يعني يقدموا الخدمة والرعاية الطبية للأطفال. مش بس كده، احنا محظوظين ان في نفس المستشفى معانا دكاترة مسالك الأطفال، هم صفوة دكاترة مسالك الأطفال على مستوى اسكندرية كلها، وكلهم من أساتذة الجامعة، فاحنا تيم متكامل لخدمة ورعاية والحفاظ على كلية الأطفال. وأتمنى ان انا اشوفكم تاني، و مع السلامة. تمام.